كاميرا ربك راه لا كاميرا هنا شي هذا هذا التسجيل باش ليك بون لاعب وداد مستغانم اوليس عبد الرحمن ظاهر ايمن في وداد مستغانم وتقول على المستوى تاع هذا العام والتحضيرات لكم تحضروا فيها مع المدرب عثمان وبوبو كما يقول لك المدرب عثمان راه داير عليه عليه عبد الله بوبو خليه حق الوادي ونحن مطردين انا مفرعيني في الدراهم ما ديت هو دوره ما ديتش وتما تما صار ما عطاوك شورت لاكوست كما ضربوا تبداو نهضروا معكم صح اخويا والسؤال الثاني كيف تقيم التحضيرات لكم تحضروا فيها في هذا الموسم بون التحضيرات رايت رايت سير كيما يسير كادو عندك شي يقول ما دوي نهضر معاه دوي نهضر معاه كما ينبغي انا دايرو بي كوتيديان ما كان لا فطور لا ولا تروح تزفف لا وفري في الدار ما عليه صح نورمال انا تقريبا زعما رانا والانتدابات اللي انتدبها المدربين جابوا قنون وجابوا لاعبين كيما بالهندوز وشي كيما بنون وكاع بلاصه باينه هادو الشينوي وكاع هادو مساكين في التريبيل طلبوا لهم باش يلعبوا زير وحم بون انا غادي نضرب عليهم شويه طلبوا لهم ربي يمشي غادي نضرب عليهم شويه باش يلعبوا ما سهله وان شاء الله بربي كيما يقول لك نديروا عام شباب ونطلعوا ان شاء الله ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي تعادروا غادي نهضروا مع اللاعب لاعب لاعب ابراهيم مع عمران نهضروا مع عمران نهضروا مع عمران لاعب وداد مستغانم السابق انا كيما يقول لك خويا اخو الحقيقه قال لك كنت مبليسي ايا داروا فينا بليزير قال لك لي على لي راه مبليسي جي تريني لي حقرو تريني ولي حقرو يجي تريني ولي ماش بريباري مي جي تريني ولي راه يوزن ما عاد على جي تريني نقص انا قوي نقص 4 كيلو ولي انا تما قاعد تملوا علينا ديروا لنا ايكيب تاع كيسمو ليكيب خويا من قائد الفريق قال لي ايكيب تاع اللي مازال ما كذبوش رواحهم صح الاسم تاع ليكيب ليكيب والله مازال ما درناش بلي ديال هذيك لا لونس اللي كانوا نهضروا عليها وقال لك برومي ترونش قال لك برومي ترونش لاقلك صافري لاقلك ساكريفي باش دي برومي ترونش بون غادي نهضروا مع عمور دروك بون السلام عليكم سي عمور واش السلام ورحمه الله وبركاته أرجتو سي عمور دقيقة أرموني ليك سي كمال أنا نقول لك حاجة برك هاد الجوال قال لي راهم هنايا معاهم هادي فريد وا فريد قايل بوغايا وبلاصهم شي هنايا حتى الله غالب راهي كاينة هاد السوسة هنايا ما مادام هاد السوسة هنايا حنا ماناش رابحين شكون هاد السوسة ماذا بيا تقول هاد السوسة وهذا النداء باليمينة بلا شوفية باليمينة ماذا بينا قال سي قلنا له كلمة مليحة ولا نحبسوا على الجمرة الخبيثة هادي باش نكملوا معاهم واحد يكتب تحته سي عمور السلام عليكم عمور السلام عليكم راكم فوتين الصيف لاباس كيف تقول على مستوى التحضيرات لهذا الموسم؟ واش نقول لك انا نطور تاعي راك حل راك حل مي انا صابرين ربي وراك تعرف الحاله كذا دايره شويه حمى شويه برتاحه خطره على خطره مي انا راه عندي واحد البروبليم لازم نحكيه خاطي راه عندي واحد السيد هذا السيد هذا انا عارفه صافي دي زاني سي با لو مومون بو بارلي سا مي وازي مي غادي نحكي لكم بون كاين واحد السيد هذا دوك دوك نحكي لك انا كي نبدا لك جو بونس انا كي ما تسمعنا انا كان بعد سي باش راح طلعت دوك انا شنو نقول لك عبد الرحمن انا نشربوا هذا السيد ان شاء الله نطربوا له السيد في كل حاجه واللي راه متمنيها نكملوها له ماغري رابح معنا لعيب وكاع بصح صابرين دير بلي انا ما نضش الناس ما تبغيش عمور الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك هذه كلمه تفرح ما كيوزيش فيا انا وتسني من شغل من كي نقول لك انا من لا فولونتي راك معايا واش شوف راه فيها عزمة تاع ما راك تشوف راه لهنا راه غير حوش وقرا تاع الماء يقرا خليني يا الماء ما كاينش اخويا عمور لك عبد الرحمن ربي يسهل لك غادي يكمل ان شاء الله وربي يجيب شفاء ان شاء الله امين امين ان شاء الله في مشوارك الرياضي والله يجيب ساعه خير عبد الرحمن حنا الازمه تاع الماء هذه حنا كاع ما عندناش بس الله غالب راه كاين واحد الشورت راه يدور هنايا وين راه جاب لنا ازمه تاع الماء الشورت هذاك الدراغو واش كتشوف هذاك النار كاع الماء شا نقول لكم اش فيك اتشوف البار عمرو فيديو انا الناس داها باش تعرف انترفيو في الانترنت الله يحفظك شيخ الله يحفظك واش نحكي لكم انا ترى تاع خير جرة تأخير انتم ما تقلقتوا خاصي قلقتوا عيرتوني كلماتي المهم راكم نعتوا انا بس خويا اللي بيا يكون يتفطر اللي بيا يكون يتفطر ان شاء الله ومن خويا تجي تروح تشوي يا كارو تشوي يا كارو تروح الشيخ الله يحفظك عمر والله من تشوفوا الله يفتح عليك نصف وصاي خويا الله يحفظ عليك هذيك تفضل تهانينا تهانينا السلام عليكم صاحبي السلام عليكم الله يسير اخويا عمر السلام عليكم السلام صاحبي خويا صاحبي ما نبقاش غير